اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد كل متابعينا متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان في تغطيه خاصه من تغطياتنا المستمره عن نتائج الثانويه العامه، والمره دي تغطيتنا عن مؤشرات نتيجه امتحانات الثانويه العامه ومجاميع درجات الطلاب. في الحقيقه كل المؤشرات الاوليه بتشير الى انخفاض مجاميع الطلاب، ونفى الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني حصول الأول في شعبة علمي على مجموع 97%، وقال إنه دي تكهنات. طبعا ده قبل قليل آخر تصريح لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي إنه مفيش حد من الأوائل جاب 97%. ده بيأكد أيضا تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم اللي كان طالب فيها طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بتغيير ثقافتهم بالرغبة في الحصول على مجموع 100%، وأكد أنه لو أعلى طالب في الثانوية العامة هيجيب 85% هينزل تنسيق كلية الطب ل 85%، ونظام التقييم بيقيس التفرقة بين مستويات الطلاب بشكل أكثر عدالة، وقياس طبعا مدي بشكل مهم لفروق الفردية بين الطلاب والاجتهاد في فهم المنهج. خلينا نرجع مرة تانية نسمع هذا التصريح من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، كان معانا في لقاء خاص في وقت الامتحانات امتحانات الثانوية العامة، واتكلم عن هذا الموضوع. خلينا نسمع قال ايه بالظبط الدكتور طارق شوقي ونرجع لكم مرة تانية. امتحان زي زمان، التقييم بتاعي او الرعب بيجي ايه ده، انا معرفتش احل كل الاسئلة، فاذا انا وحش. انا عاوز اطمنه اقول له لا انت مش وحش، لان المنافسة بينك وبين زمايلك، لو هو صعب هيبقى على الكل مش كده؟ صحيح. ولو سهل هيبقى على الكل. طيب لو افترضنا كما حضرتك بتقول ان هو صعب وطويل، خلاص يبقى اشطر طالب مش هيعرف يحل بقى 60 سؤال، هيحل منهم 40 مثلا. يعني كده؟ حضرتك بتتوقع انه في طلبه اللي اجتهدوا فعلا ممكن يقفلوا الامتحان ده؟ لا، حتى اللي اجتهد يعني مش هيقفله بالكامل، هيبقى واقع يعني عدد صغير اللي يعمل كده. لا أنا قصدي أقول لو الشريحة العالية خالص حلت بين 40 و50 سؤال. حلو؟ إحنا بنشتغل بالنسبة والتناسب، بتبقى هي دي ال 100% خلاص، مش ال 60. فاهم قصدي ولا لأ؟ إحنا بنقارن الولاد ببعض، مش بنقارنهم برقم مطلق زي زمان. يعني ممكن الأول على الدفعة يبقى جايب 80%. في الحالة دي اللي جايب 77 ده طالب شاطر جدا بالمقاييس الجديدة. هو خايف لأن 77 دي زمان ما كانتش تدخله أي حاجة. دلوقتي التنسيق هيستجيب للكيرف اللي هيطلع له من النتيجة بتاعتنا وهيحدد الدخول الكليات عليه. فلو كان الأول جايب 80 يبقى الطب هتاخد 80 والهندسة هتاخد 75 مثلا. فعاوز اقول ان المنافسة هنا نسبية بينهم كلهم، مش نسبية من 410 معايا في ده. طبعا بفكر حضراتكم ان ده كان لقاء خاص مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، كان تحديدا يوم امتحان اللغة العربية اللي كان فيه يعني توتر كبير جدا للطلاب في هذا اليوم، ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي طلع معانا وقال هذه التصريحات، وبالتأكيد هننقل لكم كمان بعض من التصريحات الهامة الخاصة بالتنسيق، هيحصل إيه خلال السنة اللي جاية، رؤية كمان الوزارة خلال الفترة اللي جاية. خلينا كمان نقول لكم أنه مجلس الوزراء أكد أنه وفقا لما تم عرضه على رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع، فإن مؤشرات نتائج الثانوية العامة هذا العام بتشير إلى أن نسبة النجاح هي نفس معدلات النجاح خلال الأعوام اللي فاتت، ولكن يتوقع أن تنخفض الحدود الدنيا لدرجات القبول في الكليات مقارنة بالأعوام الماضية. يعني احنا متوقعين في المؤتمر الخاص بالسيد وزير التربية والتعليم أنه درجات أو نسب النجاح تكون مشابهة لنسب النجاح الخاصة بالأعوام اللي فاتت، لكن اللي هيكون مختلف هو الحدود الدنيا للمجاميع أو لنسب الكليات أو المجاميع اللي هتاخدها الكليات. يعني مش هنشوف زي ما قلنا في بداية هذه التغطية لا 97% ولا 98% ولا حتى أقل من كده بشوية. نتيجة مؤشرات انخفاض درجات الطلاب ده بيؤكد انخفاض تنسيق كليات القمة
بنتكلم على الطب، على الصيدلة، على الهندسة وغيرها كتير من الكليات. وده بيعني انه الطلاب ما يخافوش من النتيجة، وممكن ان هم يحققوا حلمهم في دخول الكلية اللي عايزين يدخلوها، لان ده ممكن يتحقق بعد انخفاض درجات جميع الطلاب وبالتالي انخفاض تنسيق كليات القمة. طبعا موقع اليوم السابع هيعلن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس، كما يتيح اليوم السابع للطلاب التعرف على النتيجة بدرجات المواد والمجموع الكلي من خلال الدخول على الموقع، بعد كده رابط النتيجة وإدخال رقم الجلوس. طبعا هي خطوات سهلة وبسيطة جدا زي ما احنا شايفين في الصورة دي دلوقتي قدامنا. هتدخل تسجل بياناتك، تكتب الاسم، رقم الجلوس، المحافظة، الشعبة بتاعتك، وقبل إعلان النتيجة لو سجلت النتيجة توصلك فور إعلانها، وطبعا بعد إعلان النتيجة أول ما تدخل وتسجل بياناتك هتلاقي تفاصيل أو هتلاقي النتيجة مباشرة وتفاصيل النتيجة بمجاميع المواد والمجموع الكلي للطالب على موقع اليوم السابع زي ما احنا شايفين دلوقتي في هذه الصورة. خطوات سهلة وبسيطة جدا تقدروا من خلالها ان انتوا توصلوا لنتيجة الثانوية العامة من خلال موقع اليوم السابع، وهتكون حصريا على موقع اليوم السابع فور اعلانها. اوضح ايضا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني انه سوف تتاح نتيجة الثانوية العامة 2021 بالمجموع الكلي ودرجات المواد على موقع اليوم السابع والعديد من المواقع الإخبارية ظهر اليوم، ويتم إتاحة رابط وزارة للحصول على تفاصيل النتيجة ودرجات المواد وترتيب الطالب العام والترتيب في كل مادة. وأشارت وزارة التربية والتعليم لأنه تمت مراعاة صعوبة الأسئلة أثناء تصحيح امتحانات الثانوية العامة، والحقيقة أنه ده تصريح هام جدا من الوزارة أنه تمت مراعاة الأسئلة الصعبة اللي اتكلم عنها عدد كبير من الطلاب خلال أيام الامتحانات. الوزارة بتقول أنه تمت مراعاة هذه الأسئلة في الامتحانات، وليس كما يتصور البعض بأنه الوزارة لم تأخذ في اعتبارها شكاوي الطلاب من صعوبة الأسئلة، وأكدت أن نتيجة الثانوية العامة 2021 مختلفة عن السنوات الماضية خاصة بعد تطبيق نظام التقييم الجديد في الثانوي العام، وأوضحت أنه لأول مرة سوف يعرف الطالب مستواه في المادة الدراسية مقارنة بزملائه على مستوى الجمهورية، ويعرف الطالب نقاط ضعفه وقوته في كل مادة. وكشفت أيضا مصادر مسؤولة بالوزارة في تصريحات خاصة لليوم السابع أنه تم تطبيق معايير مختلفة أثناء التصحيح لضبط درجات الصعوبة في بعض الاختبارات خاصة التي اشتكى منها الطلاب، زي مثلا اللغة العربية واللغة الألبانية، وأشارت إلى أنه النتائج سوف تكشف عن مدى استجابة الطلاب للتقييم الجديد وهو الأهم في النتائج. بالنسبة للوزارة قالت نتيجة الثانوية العامة هذا العام هتعبر بشكل حقيقي وتكشف عن حصيلة ما تعلمه الطلاب ومدى الاستفادة الحقيقية من تغيير أسلوب التقييم والأسئلة في الامتحانات. احنا معانا تصريحات اخرى لوزير التربية والتعليم كان اتكلم عن تفاصيل كثيرة لها علاقة بالتنسيق، لها علاقة بشكل العملية التعليمية خلال الفترة اللي جاية. خلينا نروح لهذه التصريحات ونرجع لكم مرة تانية. كانت نجاحة ومستوى للطلاب جيد، ايه الحدود المرضية لحضراتكم؟ لا ده بيبان في ما يسمى الكيرف بتاع النتيجة. الكيرف ده بيبقى شكله ايه؟ بيبقى مبين التوزيع الطلاب في المستوى، يعني عارف في الجامعة في امتياز وجيد جدا وجيد ومقبول، بتلاقي اللي جايبين امتياز عدد صغير، واللي جايب جيد جدا عدد أكبر، اللي جايب جيد يمثل متوسط الدفعة، وبعدين المقبول والضعيف. فبنفس الفرشة دي الكيرف ده هو الكيرف الصح. اللي كان بيحصل عندنا قبل كده ان عشان كنا كلنا محضرين بنفس الشكل تقريبا لنفس الأسئلة اللي احنا متألفين معاها، كان يمكن 30% من الدفعة بيجيبوا فوق 95، وعشان كده المجاميع دي كانت مبالغ فيها وكانت عاملة أزمة في التنسيق ولا تعبر عن مهارة حقيقية. فعشان كده مش عاوزين نبقى يعني مهتمين قوي بالرقم. الولاد دول على فكرة كلهم اللي معانا في الامتحانات اتعلموا كويس جدا، بدليل ان هم دخلوا على المنصات وعلى القنوات وعلى منصة إدارة التعلم بالملايين، هم اوريدي اتعلموا كويس جدا. فانا بحاول اقول لهم انتوا دفعة كويسة جدا
ما تقيسوش انجازكم في الامتحان بالمسطره القديمه، ويا ريت اولياء الامور ما يضغطوش عليهم بالمسطره القديمه. دي نقطه مهمه للغايه. صحيح. وهيبان الانجاز بتاعهم لو صبرنا لما النتيجه تطلع ويشوفوا ان ابنهم رغم اللي هو حاسس بيه ده هيخش الكليه اللي هو عاوزها. لو كان مجتهد هيبقى هيرتاحوا جدا. يعني طبعا زي ما قلنا لكم وتابعنا معاكم خلال هذه التغطية دي تصريحات دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال لقائه معانا يوم امتحان اللغة العربية، وقال الحقيقة مجموعة كبيرة جدا من التصريحات الهامة، منها انه المؤشرات يعني الخاصة بالمجاميع مجاميع الطلاب هتكون قليلة جدا، وقلنا انه مش هنشوف تاني 95% و96% و97%، بعض السنين كنا بنشوف 100% و101% كمان لأوائل الثانوية العامة، هذا العام مش هنشوف هذه الأرقام، وبالتأكيد هنتابع أول بأول وقت المؤتمر الصحفي وتصريحات وزير التربية والتعليم عن بقى النسب الفعلية طبعا بعد الامتحانات، النسب الفعلية وكل التفاصيل الخاصة بنتائج الامتحانات. طبعا كل المؤشرات الأولية بتشير إلى انخفاض مجاميع الطلاب، ونفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حصول الأول في شعبة علمي على مجموع 97%. طبعا كانت انتشرت شائعات عن أنه الأول حصل على 97%، ولكن هذه هي شائعات، والوزير قال أنه هذه هي تكهنات لا تمت لا الواقع بأي صلة، وحتى أعلنوا أنه المجاميع ما وصلتش لهذا الرقم، مفيش 97% السنة دي، ودي حاجة هنتأكد منها بالتأكيد ونعرف بقى النسب الحقيقية بالضبط وقت المؤتمر الصحفي وإعلان الأوائل ومجامعهم، وبعد كده لما نشوف النتائج الخاصة بكل الطلاب عملوا إيه. ده أيضا بيأكد تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم اللي كان طالب فيها طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بتغيير ثقافتهم بالرغبة في الحصول على مجموع 100%، وأكد أنه لو أعلى طالب في الثانوية العامة هيجيب 85% هينزل تنسيق كلية الطب ل 85%. ونظام التقييم بيقيس التفرقة بين مستويات الطلاب بشكل أكثر عدالة وقياس مدى الفروق الفردية والاجتهاد في فهم المنهج. كمان مجلس الوزراء أكد أنه وفقا لما تم عرضه على رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع، فإن مؤشرات نتائج الثانوية العامة هذا العام تشير إلى أن نسبة النجاح هي نفس معدلات النجاح خلال الأعوام الماضية، ولكن يتوقع أن تنخفض الحدود الدنيا لدرجات القبول في الكليات مقارنة بالأعوام الماضية. نتيجة مؤشرات انخفاض درجات الطلاب يعني شيء بيأكد انخفاض تنسيق كليات القمة، كليات الطب، الصيدلة، الهندسة، الإعلام، الاقتصاد والعلوم السياسية، كل الكليات اللي احنا كنا طبعا بنعتبرها أو هي لا تزال كليات قمة في رأي كتير جدا من أولياء الأمور والطلاب، ده بيعني أنه مجامعها هتنزل وهتنخفض السنة دي، وده بيعني أنه الطلاب ما يخافوش من النتيجة وممكن أنه هم يحققوا حلمهم في دخول الكلية اللي عايزين يدخلوها، لأن ده ممكن يتحقق بعد انخفاض درجات جميع الطلاب وبالتالي انخفاض تنسيق كليات القمة. خلينا نتابع معاكم تصريح آخر من تصريحات وزير التربية والتعليم من ضمن التصريحات اللي قالها لنا الخاصة بالتنسيق والمؤشرات. هنتابع مع حضراتكم، ده كان حوار خاص مع وزير التربية والتعليم يوم امتحان اللغة العربية، وقال في مجموعة كبيرة جدا من التصريحات، منها انه احنا مش هنشوف مجاميع عالية بالشكل ده مرة تانية، مش هنشوف 97% 98%، مش هنشوف هذه الارقام مرة اخرى. خلينا نتابع معاكم في هذا التصريح لتلفزيون يوم السابع وزير التربية والتعليم. كانت نجاحة ومستوى للطلاب جيد، ايه الحدود المرضية لحضراتكم؟ لا ده بيبان في ما يسمى الكيرف بتاع النتيجة. الكيرف ده بيبقى شكله ايه؟ بيبقى مبين توزيع الطلاب في المستوى، يعني عارف في الجامعة في امتياز وجيد جدا وجيد ومقبول، بتلاقي اللي جايبين امتياز عدد صغير، واللي جايب جيد جدا عدد اكبر، اللي جايب جيد يمثل متوسط الدفعة وبعدين المقبول والضعيف. فبنفس الفرشة دي الكيرف ده هو الكيرف الصح. اللي كان بيحصل عندنا قبل كده ان عشان كنا كلنا محضرين بنفس الشكل تقريبا لنفس الأسئلة اللي احنا متألفين معاها،
كان يمكن 30% من الدفعه بيجيبوا فوق ال 95، وعشان كده المجاميع دي كانت مبالغ فيها وكانت عامله ازمه في التنسيق ولا تعبر عن مهاره حقيقيه. فعشان كده مش عاوزين نبقى يعني مهتمين قوي بالرقم. الولاد دول على فكره كلهم اللي معانا في الامتحانات اتعلموا كويس جدا، بدليل ان هم دخلوا على المنصات وعلى القنوات وعلى منصه اداره التعلم بالملايين. هم اوريدي اتعلموا كويس جدا. فانا بحاول اقول لهم انتوا دفعه كويسه جدا، ما تقيسوش انجازكم في الامتحان بالمسطره القديمه، ويا ريت اولياء الامور ما يضغطوش عليهم بالمسطره القديمه. دي نقطه مهمه للغايه. صحيح. وهيبان الانجاز بتاعهم لو صبرنا لما النتيجه تطلع ويشوفوا ان ابنهم رغم اللي هو حاسس بيه ده هيخش الكليه اللي هو عاوزها. لو كان طبعا في ظل كل هذه التصريحات وكل هذه المعلومات احنا في انتظار النتيجه، النتيجه يعني هتعلن خلال الساعه اللي جايه تقريبا. هنتابع معاكم بالتاكيد هذه النتيجه على موقع اليوم السابع. شكرا ليكم دايما على متابعتنا والى اللقاء.